واحد، ما هي الكتابة؟ معلوم أن اللغة مجموعة من التعليمات والعادات المشتركة بين كل الكتاب في فترة ما. معنى ذلك أن اللغة مثل طبيعة تمر جميعها عبر كلام الكاتب بدون أن تعطيه مع ذلك أي شكل وبدون حتى أن تغذيه. إنها بمثابة دائرة مجردة من الحقائق، وخارجها فقط تبدأ تترسب كثافة فعل متوحد. إن اللغة تنطوي على كل الإبداع الأدبي تقريبا، كما السماء والأرض والتقاءهما يرسمان للإنسان مسكنا مألوفا. إنها ليست زادا من المواد بقدر ما هي أفق، أي أنها حد ومحطة في آن. وبكلمة واحدة، اللغة هي المدى المطمئن لاقتصاد ما، والكاتب لا يختلف منها شيئا البتة، لأن اللغة بالنسبة له هي بمثابة خط قد يشير تجاوزه إلى فوق طبيعة للغة. إنها مجال لفعل وتحديد لممكن وانتظار له. ليست اللغة مجال التزام اجتماعي، بل مجرد انعكاس بدون اختيار، وملكية مشاعر للناس، ملكية مشاعر للناس لا للكاتب. إنها تظل خارج العنصر الطقوسي للآداب، ومن ثم فهي شيء اجتماعي بالتحديد وليس بالاختيار، لأن عبرها ينتصب التاريخ كليا تاما وموحدا على شاكلة طبيعية. كذلك فإن اللغة بالنسبة للكاتب ما هي إلا أفق إنساني يقيم على البعد ألفة ما، وإن كانت كلها سلبية. فالقول بأن كامو وكينو يتحدثان نفس اللغة لا يغدو أن يكون افتراضا، بواسطة عملية مغايرة لجميع اللغات العنيفة والمستقبلية العتيقة والمستقبلية التي لا يتكلمان بها. ذلك أن لغة الكاتب معلقة بين أشكال مندثرة وأخرى مجهولة، هي حد أقصى أكثر مما هي اعتماد دائم. إنها المكان الهندسي لكل ما لا يستطيع أن يقوله بدون أن يخسر، مثل أورفيو العائد، الدلالة المستقرة لخطواته والإشارة الأساسية المعبرة عن ألفته الاجتماعية. اللغة إذن دون الأدب، والأسلوب يكاد يكون أبعد منه، فهو صور ودفق وقاموس تولد كلها من جسم الكاتب وماضيه، ثم تصير شيئا فشيئا الآليات نفسها لفنه. هكذا تتكون تحت اسم اسلوب لغة مكتفية بذاتها، لا تخوض الا في الميثولوجيا الشخصية والسرية للكاتب، تغوص في تلك الفيزيقا السفلى للكلام، حيث يتكون اول زوج من الكلمات والاشياء، وحيث تستقر نهايات نهائيا التيمات اللفظية لوجوده. ومهما بلغ الاسلوب من تهذيب ولطافة، فانه ينطوي دائما على شيء من الخشونة. انه شكل بدون مقصد، ونتاج اندفاع لإنتاج نية. إنه أشبه ما يكون ببعد عمودي ومتوحد للفكر، وتكون إرجاعاته على مستوى بيولوجي، أو تكون لها علاقة بالماضي وليس بالتاريخ. فالأسلوب هو شيء الكاتب، هو روعته وسجنه، إنه عزلته. ولأن الأسلوب غير مبال بالمجتمع وإن كان شغافا تجاهه، ولأنه مسعى مغلق للشخص، فإنه لا يكون قط نتاج اختيار أو تفكير في الأدب. إنه جانب الخصوصي في الطقوسي، ينبثق من الأعمال الميثولوجية للكاتب، وينتشر خارج مسؤوليته الأسلوب صوت مزخرف يزين لحما مجهولا وسريا. إنه يعمل على شاكلة ضرورة، وكأنما الأسلوب في غمرة هذه الاندفاع الزهرية ما هو إلا نهاية تحول أعمى وعنيد، انطلق من لغة تحتية تقوم عند الحد الفاصل بين اللحم والعالم. الأسلوب ظاهرة وراثية بمعنى الكلمة، فهو تحويل لمزاج. كذلك فإن تلميحات الأسلوب موزعة عميقا، بينما يتوفر الكلام على بنية أفقية، وتكون أسراره على نفس خط كلماته، وما تخفيه اللغة تكشفه الديمومة نفسها لاستمرار الكلام. وفي هذا الأخير يكون كل شيء مهدي وموجها لاستعمال مباشر، ويكون الفعل والصمت وحركتهما متجهين بسرعة نحو معنى مزال. إنه نقل بدون
تحر ولا تأخير. على عكس ذلك ليس للأسلوب سوى بعد عمودي يغوص في الذكرى المنغلقة للشخص ويكون كثافته انطلاقا من تجربة معينة للمادة. إن الأسلوب ما هو إلا استعارة أي معادلة ما بين النية الأدبية والبنية اللحمية للكاتب. يجب أن نتذكر بأن النية هي مستودع ديمومة ما، والأسلوب هو دائما سر، إلا أن المنحدر الصامت لمرجعه لا يعود إلى الطبيعة المتحركة والتأجيلية باستمرار للغة. إن سره هو ذكرى مغلقة داخل جسد الكاتب. والفضيلة التلميحية للأسلوب ليست ظاهرة سرعة كما هو الشأن في الكلام، حيث ما لا يقال يظل مع ذلك نائيا يعوض اللغة، بل هي ظاهرة كثافة، لأن ما ينتصب مستقيما وعميقا تحت الأسلوب مجموع بقسوة أو بحنان في صورة، هو شذرات، واقع غريب تماما عن اللغة. ومعجزة هذا التحويل تجعل من الأسلوب نوعا من العملية فوق أدبية تحمل الإنسان إلى عتبة القوة والسحر. إن الأسلوب بأصله البيولوجي يتموضع خارج الفن، أي خارج العقد الذي يربط الكاتب بالمجتمع. يمكننا إذن أن نتخيل كتابا يؤثرون أمان الفن على عزلة الأسلوب. ونموذج الكاتب بدون أسلوب هو أندري جيد، الذي تستغل طريقته الصناعية المتعة الحديثة لأخلاقية كلاسيكية معينة، مثلما أن سان سانس أعاد ما فعله باخ، أو مثل تقليد بولناك لشوبرت. وفي مقابل ذلك يكون الشعر الحديث شعر هيجو أو رامبو أو شار مشبعا بالأسلوب، ولا يكون فنا إلا من خلال إرجاعه لنية الشعر. إن سلطة الأسلوب أي الصلة الحرة تماما للغة ولقرينها من اللحم هي التي تفرض الكاتب باعتباره تراوى فوق التاريخ. إذن أفقية اللغة وعمودية الأسلوب يرسمان للكاتب طبيعة ما، لأنه لا يختار أي منهما. اللغة تعمل وكأنها سلبية، كأنها الحد البدئي للممكن، أما الأسلوب فهو ضرورة تربط مزاج الكاتب بلغته. هناك يجد ألفة التاريخ، وهنا في الأسلوب يلتقي ألفة ماضيه الخاص، ويتعلق الأمر في الحالتين بطبيعة، أي بتوأمة مألوفة، حيث الطاقة لها طابع إجرائي فقط، تستخدم نفسها هنا للإحصاء وهناك للتحويل، لكنها لا تتولى أبدا إصدار الحكم أو التدليل على اختيار. غير أن كل شكل هو أيضا قيمة، لذلك يوحد بين اللغة والأسلوب مكان لواقع شكل آخر هو الكتابة. وفي أي شكل أدبي هناك الاختيار العام لنبرة ولأخلاقية إذا شئنا، وهنا بالذات يتفرد الكاتب بوضوح، لأنه هنا يلتزم. إن اللغة والأسلوب معطيان سابقان على كل إشكالية للغة الخاصة، وهما نتاج طبيعي للزمن وللشخص البيولوجي، لكن هوية الكاتب الشكلية لا تقوم حقيقة إلا خارج نطاق مقاييس النحو وثوابت الأسلوب. تقوم هناك حيث المستمر يكتب مجموعا ومنغلقا، أولا داخل طبيعة لسانية بريئة تماما، ثم يحول أخيرا إلى إشارة كلية وإلى اختيار سلوك إنساني وتأكيد خبر معين، ملزما بذلك الكاتب تجاه وضوح سعادة أو شقاء ما وتوصيلهما. ورابطا شكل كلامه العادي والمنفرد في آن بالتاريخ الواسع للآخرين. اللغة والأسلوب قوتين عمياويين، والكتابة فعل للتضامن التاريخي. اللغة والأسلوب شيئان، والكتابة وظيفة، إنها العلاقة بين الإبداع والمجتمع. إن اللغة الأدبية وقد حولها المقصد الاجتماعي، وهي أيضا الشكل المقبوض عليه في نيته الإنسانية والموصول نتيجة لذلك بأزمات التاريخ الكبرى. نسوق مثلا لتوضيح هذا التعريف الكاتبان ميرمي وفينيلون تفصل بينهما ظواهر من اللغة وحوادث للأسلوب، ومع ذلك فإنهما يطبقان لغة محملة بالقصدية نفسها، ويرجحان إلى الفكرة ذاتها عن الشكل والمضمون، ويقبلان ذات المواضعات، ويثيران نفس ردود الفعل عن التركيب الفني، ويستخدمان بنفس الإشارات وعلى مسافة قرن ونص أداة واحدة، وإن تغيرت بلا شك في مظهرها فإنها لم تتغير في وضعها ولا في استعمالها. باختصار أن لهما نفس
نفس الكتابة. على العكس من ذلك نجد كتابا يكادون أن يكونوا متعاصرين، ميرمي ولوتر يمان، مارمي وسلين، جيد وكينو، كولودير وكامو، تحدثوا أو يتحدثون بنفس الحالة التاريخية للغتنا ويستعملون كتابات عميقة الاختلاف. كل شيء يفرق بينهم النبرة والدفق والغاية والأخلاق وطبيعة كلامهم، بحيث أن العشيرة التي ينتمون إليها في اللغة والعصر تبدو محدودة التأثير أمام الكتابات المتعارضة والمحددة جيداً بالتعارض نفسه والمحددة جيداً بالتعارض نفسه القائم بينهم. هذه الكتابات متغيرة في الواقع، إلا أنها قابلة للمقارنة لأنها ناتجة عن حركة متماثلة. هي تفكير الكاتب في الاستعمال الاجتماعي لشكله وفي الاختيار الذي يتحمل عواقبه. الكتابة إذن بوضعها في صميم الإشكالية الأدبية التي لا تبدأ إلا معها هي أساسا أخلاق الشكل، هي اختيار المجال الاجتماعي الذي يقرر الكاتب أن يموضع داخله طبيعة لغته. فالأمر لا يتعلق عند الكاتب بأن يختار الفئة الاجتماعية التي يكتب لها، إنه يعرف جيدا أن ما يكتبه هو دائما لنفس المجتمع إلا إذا كان يؤمل في قيام ثورة. اختياره هو اختيار وعي وليس اختيار فعالية، كتابته هي طريقة للتفكير في الأدب وليس طريقة لنشره، أو بتعبير أفضل لما كان الكاتب لا يستطيع تغيير شيء من المعطيات الموضوعية للاستهلاك الأدبي، فهذه المعطيات التاريخية المحضة تخرج عن إرادته حتى لو كان واعيا بها، فإنه ينقل إراديا ضرورة لغة حرة إلى مصادر هذه اللغة وليس إلى مآل استهلاكها. كذلك فإن الكتابة حقيقة ملتبسة من جهة تولد بلا جدال ومن مجابهة الكاتب لمجتمعه، ومن جهة ثانية تحمل الكتابة الكاتب من هذه الغائية الاجتماعية إلى المنابع الآداتية لإبداعه فيما يشبه نقلة مأساوية. ولما كان التاريخ عاجزا على أن يقدم للكاتب لغة مستهلكة بحرية، فإنه يقترح عليه لزوم لغة منتجة بحرية. هكذا فإن اختيار كتابه وتحمل مسؤوليتها يحددان حرية، إلا أن هذه الحرية ليست لها الحدود نفسها حسب مختلف لحظات التاريخ. ليس باستطاعة الكاتب أن يختار كتابته وسط نوع من المستودع اللازمني للأشكال الأدبية، ذلك أن الكتابات الممكنة بالنسبة لكاتب معين تتم تحت ضغط التاريخ والتقاليد. فهناك تاريخ الكتابة لكنه تاريخ مزدوج، ففي اللحظة ذاتها التي يقترح فيها التاريخ العام أو يفرض إشكالية جديدة للغة الأدبية، تظل الكتابة ممتلئة بذكرى استعمالاتها السابقة، لأن اللغة لا تكون قط بريئة، فالكلمات لها ذاكرة ثانية تمتد بغموض وسط دلالات جديدة. والكتابة تدقيقا هي تلك التسوية ما بين حرية وذكرى، هي تلك الحرية المتذكرة بقوة والتي ليست حرية إلا في إشارة الاختيار، لكنها لم تعد كذلك في ديمومتها. أستطيع يوم ولا شك أن أختار لنفسي هذه الكتابة أو تلك، وأن أؤكد بهذه الإشارة حريتي، وأن أنزع إلى تراوى أو إلى تقليد، لكنني لم أعد أستطيع منذ ذلك أن أنشر كتابي في ديمومة ما بدون أن أصير شيئا فشيئا سجين كلمات الغير بل وسجين كلماتي الخاصة. إن نظاما عنيدا متبقيا من جميع الكائنات السابقة ومن ماضي كتابتي نفسها يغطي الصوت الحاضر لكلماتي، وكل أثر مكتوب يترسب كأنه عنصر كيماوي شفاف قبل كل شيء بريء ومحايد. تظهر الديمومة البسيطة داخله تدريجيا ماضيا بأكمله ظل معلقا، وكتابة مرموزة تخدو مكثفة أكثر فأكثر. باعتبار الكتابة حرية فإنها ليست سوى لحظة، لكن هذه اللحظة هي من بين أوضح لحظات التاريخ، ما دام التاريخ هو دائما وقبل كل شيء اختيار وحدود لهذا الاختيار. ولأن الكتابة تنحدر من إشارة دلالية للكاتب، فأنها تلامس التاريخ أكثر من أي عنصر آخر مكون للأدب. وإن وحدة الكتابة الكلاسيكية المتجانسة طوال عدة قرون وتعددية الكتابات الحديثة المتكاثرة منذ 100 سنة إلى درجة بلوغ حد الظاهرة الأدبية نفسها، هذا النوع من انفجار الكتابة الفرنسية يتطابق جيدا مع أزمة كبيرة للتاريخ الشامل، أزمة تظهر بطريقة أكثر غموضا في التاريخ
التاريخ الأدبي بمعناه الخاص. إن ما يفصل فكر بلزاك عن فكر فلوبير هو تنوع داخل المدرسة الأدبية، وما يعارض بين كتاباتهم هو قطيعة جوهرية، وذلك في اللحظة الذاتية التي تلتقي فيها بنيتان اقتصاديتان وتؤديان عند تمفصلاهما إلى تغيرات حاسمة في العقلية والوعي.